أظننت كتلتنا تموت بضربة، خابت ظنونك فهي شر ظنوني. أبناء جامعة بير زيت، معهد العلم والمقاومة، نطل عليكم اليوم من أمام هذا الصرح الشامخ بتضحيات أبنائه. بعد أن شاهدتم بالأمس مطاردة منسق الكتلة الإسلامية على يد قوة خاصة واعتقاله في الأيام الماضية، شاهدتم بوضوح زميلنا منسق الكتلة الإسلامية أسيد القدومي على دوار المنارة يتحدث باسم جميع الحركات الطلابية وبلسان كل ضمير حي من طلبة جامعتنا حرقة على غزة ونصرة لدمائها، وهو ذاته الذي خبرتموه في ساحات الجامعة يستنفركم لإشعال نقاط التماس ثأرا لدماء إبراهيم النابلسي وشهداء البلدة القديمة. وعليه فإننا نقف اليوم لنوصل رسالتنا لهذا الكيان الهش. أولا، إن محاولات جيش الاحتلال وقواته الخاصة ترميم كرامتهم التي حطمتها المقاومة في غزة وداسها الشهيد إبراهيم النابلسي ومرغها في التراب لن يكتب لها النجاح، وإن هجمتهم الشرسة على طلبة الكتلة الإسلامية لتعكس عجزهم وتخبطهم. ثانيا، رسالة نوجهها لطلبة جامعة بير زيت، ليس جديدا عليكم اعتقال أبناء الكتلة الإسلامية، وقد كنتم تشاهدونها في كل مرة تقف على أكتاف أبنائها حاملة ثقتكم شامخة أبية كما عهدتموها، ونعدكم بأن كل حق لكم لن ينقص كما قطع عليكم أسيد العهد، وعهده وفاء، منا لكم بخدمتكم دوما مهما كلفنا ذلك. نظرتنا لمرحلتنا القادمة كما خطها أسيد وأسس لها على أساس وحدوي وشراكة في كل نقطة مفصلية مع جميع الحركات الطلابية. يا أبناء شعبنا الأبي، لقد مر على جامعتنا جنرالات كثيرة ورتب عديدة وضعت على رأس مهامها اقتلاع الوفاء وكسر شوكتها، وكانت تخرج في كل مرة وهي تجر عجزها وفشلها، والكتلة الإسلامية تزداد قوة وقوة بعد كل ضربة. وختاما، على منظومة الشباك الواهية وضابط الجامعة الغبي أن يعلم أن ذراعا طلابيا أصله حماس ومقاومته قسام لن تثنيه هذه الضربات. إخوانكم في الكتلة الإسلامية في جامعة بير زيت، 15 آب 2022.